السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حريق ضخم قرب فيلا عادل إمام بالجيزة. اندلع حريق بمصنع للسجائر في الكيلو 26، شب حريق هائل مساء السبت 16/4/2022 في مصنع بالقرب من نطاق سكن الفنان عادل إمام بمنطقة الفلل، منطقة الفلل على طريق المنصورية دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيز. وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية أن غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم في مصنع للسجائر بالكيلو 26 طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداس، وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر أن النيران التهمت المصنع بالكامل، وطالبوا أجهزة الدفاع المدني بسرعة التحرك. يشار إلى أن تلك هي نفس المنطقة المعروفة بمنطقة الفلل، ويقطن فيها عدد من المشاهير وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، وهي قريبة كذلك مما طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وحسب المصدر الأمني تم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للتعامل مع النيران نظرا لضخامتها، كما تم اختار النيابة العامة للتحقيق. ربنا يسترها معانا يا جماعة ويخلي لنا الفنان الكبير عادل إمام ويسترها مع مصر يا رب. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.